شو كيفاش نصبوا نازله تحت الشجره شو كيفاش نصبوا السي ايش وقال لك شوش قال لك قال لك كندعيك لله وباش طيح دموعي نخليهم في قلبي انا نقولها ليه لا دعيتك الله دعيتك الله دعيتك الله وخذك ولاد عليهم الشفارة تعاول بو بلادهم الشفارة ولاد عليه تعاول بو بلادهم في البهيم وهذا راه عواشرين ما يبيعوا لك انا تنبغي نقلل نقول الناس ردوا البال ديالكم ما تقولبوش اي رحبة اي كراج دخلتوا ليه قلبوا الحبوبة قلبوا اي لعبة قلبوا انا ما بغي انا مين تقولبت انا دابا ما تنعش تقولي بالي لا تقولي بالي ما عمرني تقولت في الحياة ديالي انا مش عارف راه على ظهر الله عرفت بنتني شريت لي انايا شريت لي كيلو ديال الشعير ديت عاد جوج حفنات حفنه الاولى وحفنه الثانيه كتم الله يتضارها حيت البهيمة تتعيط على الماكله ملي تدير الماء الحوليه اش باغا باغا تاكل ولدها في كرشها راه كاين المراه ما تتكون حامله في كرشها وتتبغي تقول للراجل جيب لي القوت علاش تجيب لي تقول لي جيب لي القوت باش توكل ولدها في كرشها راه بحالنا بحالها راه واخا حيوان راه واخا حيوان ما تيهضرش راه حتى هو عنده السمع وعنده العقل حتى هو راه واش هو حيوان عنده العقل علينا باقي على البشر صاحبي البشر خاصو حتى هو يكون افكار ديال البشر خاص يكون عنده العقل باش ينجي يبيع عليا حوله ب 48 ما خممش بيا مهرس الحديد ندكدك موت سير براح انا باغا نجيبك صافي نخوي ليك نخشي في جيبي الله يعاون ضربت كان انا صافي هادشي اللي بغا هو فاش قال لي حرام عليا ولادي اه بزاف علاش علاش يحرموا ولادو انا من قلت ليه واخا ولد حوليه ضاره ودابا هاد ولادي حوليه من قلت ليه ضاره وقال لي ولادي حرام عليا واش هذا انسان هذا راه ماشي انسان هذا راه واخا يشوفني في هاد المرنب ويوقع يشوف التليفونات وانا راه داعي لله وداعي لله وداعي لله الله تا غيعرفك لا اله الا الله شهد انا محمد رسول الله لا اله الا الله شهد انا محمد رسول الله لا اله الا الله شهد انا محمد رسول الله انا عندي الايمان قوي عند الله انا راه من طحت وباقي ربي مخليني حي لوليداتي طحت من طروازيام الدروب وجايب الله غادي نص في رمضان 15 وباقي حي علاش حيت علاش انا صاحب المؤمنين انا صاحب المؤمنين وربي علاش مسميني انا يا والدي علاش مسميني محسن شو هالمحسنين شو كلمه الفال من فمي من الانسان ديال الله محسن محسنين باقي الله باغي نبقى تنقعد ضغمه في الارض تنهزها جيب لي عذر واش قسم لي الله انا هو وكايا بحال هكا خلق لي الله بحال هكا وليداتي كيف ما سمعتي الكسان كيف ما سمعتي السيد معدوم مفصل مدقدق ومر رمضان عمرو خدم ومرحمتيش يا صاحبي مرحمتيش وقال لك شوش قال لك قال لك كندعيك لله واخا غيتلاقى بك ما غتقيسو ما والو كدعي لله ولاش غدير معاه طلع نقول لي بني دابا الدموع طاحوا عليه وباش طيح دموعي نخليهم في قلبي انا نقول لي لا دعيتك الله دعيتك الله دعيتك الله وخذك الرسول صلى الله عليه وسلم ما تسمحش ليه وخا نتلاقى معاك راه نوجهك للمخزن حيت علاش شمتيني في قلبي وشمتي وليداتك وليداتك عندك جوج وليدات عندك جوج وليدات وما غدبحهاش وما غدبحش علاش لا بحال بحال بعثتي لي الجيبه عذبني بزاف دعيت الله ياخذ في الحق دعيت الله خويا وجا اللي لاقاك بين فاش بغى يبيع لك قال لي يا ولادي حرمهم عليا صاحبي ولاد وحرمهم عليا علاش تتقسي انا تقت بالله قلت لي شوف انا شوف قلت لي هذا واش ضاره قال لي لا ما ضاراش وباع لي الحوليه الشيبانيه وطالب ب 60000 راه حرام عليه دابا هذه 60000 هذه 60000 دابا الحوليه ديال 60000 وضاره ب 60000 راه دعيت الله ياخذ في الحق ما قلت لهم ما نذبحهاش قال لي نديوها للسوق نبيعوها قلت لي لا خليها تم علاش نبيع انا البنادم راه كيما عند عيف في هذا الراجل هذا كاين واحد اخر عيد عيف فيا حتى انا صح برافو عليك والله الا كنحييك تحبس عندك والله الا تحبس نخليها عندي برافو عليك الا علاش يعني ما كتبغيش تشمت خوك المغربي لا ما نقدرش تشمت المغربي ما نقدرش انك انت كتموت على الوطن انا راه ولد الوطن ونفوت الوطن ونفوت الوطن من طنجه للكويره وشعارنا الله الوطن الملك عاش الملك عاش الملك الله يخلي لنا سيدنا اللهم امين راه سيدنا ولد سيدنا راه داير معنا الخير بزاف وهي عندنا ولاد علي بزاف ديفو فينا حنا علاش كنا ولاد علي هما الشفاره ولاد علي هما الشفاره تيقاولبوا بنادم الشفاره ولاد علي تيقاولبوا بنادم في البهيم
وذرعي واشرين ما يبيعوا لك كل شيء يا صاحبي ما يحنوش يبيع لك او يبيع لي السنة كبيرة ماشي حرام عليه فوج الله سداسية سداسية كبيرة واكبر جدا جدا روق على بشكل الله يرحمه حتى هو مريقل انت مريقل حتى كتفهم في البهيم انت ذكي كساب ذكي زعما انا واعر راك ما واعرش راك ما تيدينو تودان هذيك الرزيق عرف راسك غضوبلو بالتريبل بالتريبل وكنت من نار من الله الله ياخذ فيك الحق ما فكرتيش اول حاجه ما فكرتيش في هذا السيد مهرس ما فكرتيش فيه معدوم من رمضان ما خدمش ما فكرتيش في هذه النعجه غتدبح في العيد وهذاك العيد ديال الله عز وجل وانت ما عرفتش كي غدير مع الله انت ما عرفتيش واش الطريق غتلقاك فيها وما عرفت ما خممتيش رسالتك الاخرى اخويا ياسين انا راه شوف بارك عواش بارك عواش لكم في هذه العواش هذه عاودينا النمره ديالك عاود قولها لنا ونضربك 00 0 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
والله ما بغى قسما بالله وما ندوش في هذا العيد هذا ما ندوزوش على خير. الا قلت لي باقي المحسنين وباقي يشوفوا فيك وكنتمنى ما يشوفوا فيك غير على علاش قلت هذه الكلمه حيت هو مهرس وما خدامش من رمضان ومعاونين معاه على العرس ديالو. وشوفوا راه مسكين ما داير مرطوب عايش في راه مستافد راه مستافد مستافد مسكين. ها انتم الفراش ديالو كيدير شوفوا الحياه ديالو كيديرها شوف الفراش باقي ما فرشوش في هذا الصالون. يلا حتى هو فرحان مسكين بغى يخدم تعطاو الاستفاده تهرس من رجليه برك. ولات المراه ديالو قلت يا عمري خدمت عمر المراه ديالي خدمت ولات خارجه تخدم ولات مخليه لي الاولاد في عنقو بالزمنها مسكينه علاش الصحه ما بقاتش. وكنحييها حتى هي من هذا المنبر وكنقول لها الله يسهل عليك اللي فكرتي في هذا الراجل وباغا تعاوني معاه. واش غتجيب كاع هذه المراه مسكينه لا صنعاء لا لا سمي تلقاها كديرها الميناج ياك الميناج غتجيب كاع كما خويا نسولك نعم الله يرحم الوالدين نقول لهم غير مرحبا تهضرتي المحمديه راه كان باش شي حوايج ما عجبوكش ما عجبونيش بزاف. واش هادشي كاين في محمدي ولا في كاع الرحبات؟ اكيد غيكون في كاع الرحبات كيبيعوا الحبوبه الحبوبه في الاخص هذه عرفتي هذه راه تصدمت استغلوا الناس الدرويش هادو ولاد علي كي قال لك هادو سماهم ولاد علي ولاد علي كاين دابا البهيم البهيم اللي بغى يشري الانسان اللي بغى يشري البهيم يطلع للشمال. انا تفرجت في التليفون وشفت البهيم في الشمال وعلاش علاش زعما نمشيو للشمال سول الشمال راه بلادنا وراه هادي بلادنا. سولت الشمال لقيت انا من سولت واحد في الشمال قال لي حوليا بشحال قال لي 40000 واش واحد قال 36000 اخويا ياسين حتى الله يهديك. واش واحد مسكين ما لقاش الشباب يشري الحولي وغيزيد عليه التران ويزيد عليه ترونسبور باش يمشي يجيب حولي يزيد عليه 1000 درهم اخرى فكر اخويا ياسين راه حنا بغينا المحسنين المحسنين الكساب المحسنين اللي ما كيفكروش في الدنيا. خرجوا خرجوا راه هذا هو الخير ديالكم خرجوا لوجه الله. ورينا خويا انت باش نوريو غير المغاربه ورينا خويا كيفاش داره. ها انتم يعني شوفوا السيد مسكين شراها شوفوا شو كيفاش نصبوا عليه شو كيفاش نصبوا عليه نازله لتحت الشياط شو كيفاش نصبوا على السيد نازله لتحت الله يلحقوا حاوليه ملي كتكون كرشه نازله لتحت عرفوها داره وفيها الحليب وما كتخليك تقرب للبزازله عرفها داره وفيها الحليب وفيها الحليب. راه وريناكم كيف ما شفتوا الفيديو المره الاولى وريناكم واخر شيء في الرساله كنقول الله ياخذ فيكم الحق الكسابه المجرمين الله ياخذ فيكم الحق الله يرحمكم من غير هذا الشيء. شكرا خويا كامل شكرا.